شو؟ شو؟ اكتب لها شيء؟ ما عم بعرف، تعال اكتب لي انت. لا لا اكتب انت، حنقلك لك انا. اكتب لها اشتقت لك كثير. قلت لي اهلك شافوها. اخي خلص بطلت، اكتب انت. لا خلص خلص ها. معه شو بغو؟ عم بتخيلك وين ما عم روح. حلوة هي. ايه روح. ايه بدي اعرف مين انت. لحتى احس بالسعادة اكثر. ايه حلوة هي. ايه اكثر. بعتها؟ أخوكي لازم السنة يتجوز، رح نضل نزن فوق راسه أنا وياكي لحتى يعملها. ماشي ماشي. اشتقت لك كثير، عم بتخيلك وين ما عم اروح. شو متمني أعرف مين أنت حتى أحس بالسعادة أكثر. حكينا معك. ما في شيء امي. بدي اسالك سؤال. يعني نحن مو بدنا نجوز عاصي ونلاقي له عروس؟ معقول نترك عياش لحاله؟ يعني والله حرام. يا ريت يا امي، يا ريت نجوزهم هن الاثنين. معناها لازم نلاقي له عروس. كم مره بدي اقول لك عياش من بعد عملت اخته سراب الله يبليها بقتلها ان شاء الله ما عاد ناوي يتجوز. اكيد اكيد بيلاقي وحده يعني بترضى فيه. يعني شو دخل هي القصه بهي القصه؟ يعني اي وحده بدها ترضى تعيش مع عياش بدها تعيش معه على الحلوه والمره. امين هي اللي بدنا نشوف له اياها. امي شبك اللي بدنا نشوف له اياها. يا قلبي يا ريت، والله بحبه من كل قلبي.